يا هلا والله شباب، بهالفيديو راح نكمل على سلسلة انه نلعب Call of Duty في ألعاب ثانية. سويت فيديو نلعب ماينكرافت بCall of Duty، وسويت فيديو ثاني لعبنا فيه Call of Duty في Roblox، وهالفيديو راح نلعب Call of Duty زومبي بلعبة فورتنايت. آخر مرة لعبت فورتنايت كان بعام 2018 تقريبا، بس حاليا فورتنايت فيها الشيء اللي هو كرياتيف، بيخلوا الناس يصنعوا مودات مابات وأشياء جدا رهيبة. ففي ناس عملوا مابات الزومبي من Call of Duty كلها حطوها بفورتنايت، فبهالفيديو رح نلعب أشهر ماب زومبي واللي هو كينو دير توتن، موجود بالكامل بفورتنايت مع بركات مع صندوق الأسلحة مع كل شيء، شكله جدا رهيب. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ، هذا الفيديو برعاية Apex Legends موبايل. إذا كنت لاعب موبايل إلى الآن ما حملت Apex Legends موبايل، فشو قاعد تستنى؟ أحد أقوى وأمتع ألعاب الباتل رويال صارت موجودة على الموبايلات ومجاناً بالكامل. اللعبة بتتميز بكثير أشياء بتخليها أفضل من أي لعبة باتل رويال ثانية. أحد هالأشياء هو الشخصيات. اللعبة بتتميز بعدة شخصيات وأبطال، وكل واحد منهم بيتميز بخصائصه والقوة الخاصة فيه. والآن بمناسبة منتصف الموسم الأول جابوا شخصية جديدة اللي هي لوبا، واللي تتميز بخاصية التليبورت وخاصية جمع اللوت الرهيبة. وغير كذا حاليا مع موسم موجة البرد، خريطة وورد إيدج اتجمدت حرفيا، الماب صار مغطى بالثلج بالكامل، وتم إضافة محتوى كبير إلى اللعبة مع الموسم الجديد، نفس الباتل باس الرهيب وتحديات جديدة يوميا تقدر تسويها وبيعطوك جوائز رهيبة منها. فأضمن لك ما رح تمل أبدا من اللعبة، بالذات مع نظام القتال السريع والثلث اللي تتميز فيه لعبة Apex Legends موبايل. روابط تحميل على الاي او اس والاندرويد موجودة بالوصف، وتذكروا اللعبة معربة في الكامل. وغير كذا في رابط سيرفر ديسكورد خاص في اللعبة راح تلاقوه موجود بالوصف، لا تنسوا انكم تنضموا عليه. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو. اوكي شباب، نحن حاليا في ماب كينو دير توتن بفورتنايت، هذول الزومبي. اوكي الراوند الاول المفروض الوضع يكون سهل. خلصنا الراوند الاول، ايموت تو سكيب. عشان يروح على الراوند الثاني لازم ارقص صح؟ اوكي خلنا نرقص. والله بدل الراوند الثاني. اوكي لا هذه زومبي بالضبط، ما بكينو دير توتل مثل ما شايفين، بحذافيره موجود هنا. طيب اخلي زومبي. اوكي حلو، خلاص الراوند الثاني. عندنا بيرك لكويك ريفايف، عندي فلوس. يب سلور فاي ريفايف، حلو. يعطيني ريفايف اذا مت. خلنا نروح الراوند اللي بعده، لازم ارقص عشان اعدي السيج. فورتنايت الرقصات اللي فيها رهيبين. افتح الباب. حلو، اشتري سلاح، اعطيني سلاح، تعال انت وياه. اوكي يلا. حلو. فيتش مي ذير سولز. راوند كلاب، بس ماني شايف كلاب. لا اوكي شفتوا اللي شفته ولا لا؟ طيب الان صار معنا فلوس نفتح الباب، بس خلنا نجرب حظنا بالقبل قم، نشوف ايش هيعطينا. كل جوي سبون انستا كل. اوكي اقدر اخذ هذه ويعطيني انستا كل على طول. اوكي نحتاجها بعدين مو الان. نفتح الباب وننزل على المنطقة اللي تحت، ان شاء الله الصندوق يكون هنا. يب هنا الصندوق، ارحب. اعطينا شيء بنفسجي، تكفى. حلو. والله اعطاني شيء بنفسجي على طول. الوضع الى الان ما هو صعب، بس بنفس الوقت ما هو سهل، يعني حاسس بصعوبة الزومبي، ما هو والله ان شيء جدا سهل. لا والله المسدس تعبان، يعني ما يذبح الطلقة الا اذا هيت شوت. طلعوا الفلوس، والله فلوس في كل مكان. يلا هذول اخر زومبي. حلو. طيب نفتح العلكة مرة، شو هذه اللي اعطاني اياها بالضبط؟ anywhere but here. حلو اعطيني. اوكي هذه لو انحشرت استعملها واعيش على طول. طيب نفتح الباب.
شوت جن ازرق راح اخذه بدال الشيلد لانه صراحه الشيلد ما راح احتاجه. وخلنا نرقص ونعدي الراوند. اوه الماكس امو ما يعطيني اياه. اوه لا 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 في زومبي ابو طقعه. صح صح في كينو لما تفتح الكهرباء يطلع لك زومبي ابو طقعه حتى هنا. اوكي لا 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 لا, لا. والله رحت فيها رحت فيها رحت فيها. ابي اعبي هيلث لازم اعبي الهيلث. اني وير بات هير اني وير بات هير. حلو 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 استعملت لك اني وير بات هير. كبوم كبوم في وقتها. في شيء يعطيني هيلث لازم اعبي هيلث. اعبي هيلث بسرعه. اشرب السمكه. اقدر افتح البوكس مره واحده واشرب الجقر. خلينا نفتحها مره ويا ريتني ما فتحتها ولا لا شوتجن. حلو خلينا نجرب الشوتجن ما جربته الى الان. ونفتح او ناخذ الجقر على السريع. 10 ثواني. طلعوا طلعوا كل ما امشي فوق اي سلاح يبدله. عكيف اهله يبدل السلاح. طلع بدله بدل. يقول لي تبي شوتجن خذ. ما في شوتجن القم. ايوه من زمان على الشوتجن من زمان على الشوتجن. كبوم. شوفوا هذا الشوتجن ابيض بس اقوى من اي سلاح ثاني جربته. تذكرت هاي الشوتجن رهيب كان من ايام ما كنت العب فورتنايت. صح شباب هل الى الان في ناس يلعبوا فورتنايت؟ ادري لسه اللعبه تجيب مشاهدات وفي كثير لاعبين لها بس سؤال للاعبين اللي بلشوا فورتنايت معاي من زمان اول ما نزلت 2017 2018 هل تلعبوا فورتنايت الى يومنا الحالي؟ واذا تلعبوها الى الان ليش؟ ايش السبب؟ هل لسه اللعبه تحمسك؟ هي لعبه حلوه صراحه بس ما ادري ليش انا كذا فجاه فقدت شغفي فيها. هو البناء البناء صراحه البناء فجاه صار كل الناس معرقين. اطلق على واحد طلقه واحده يبني قدامك برج ايفل فهذا اللي خلاني اسحب. بس الان صار في طور بدون بناء فيعني في قاعد افكر اني ارجع اللعبه. خليني اروح اشرب السبيد كولا. حلو سبيد كولا ريلود سريع. صح خلينا نفتح الباب اللي ورا خلينا نشوف المنطقة اللي برا. ولا هذه المنطقة حشرة. أنا دخلت في مكان حشرة. يب ما أقدر أرجع الحين خلاص. أو يمكن يمديني أفتح الباب اللي تحت صح؟ لا لا ما يمديني. على الأقل أطلع فوق. خلني أفتح الصندوق على السريع. ما عندي فلوس. لا عندي فلوس عندي 190. أو قاعد يطلع لي شعار أحمر. أوه حلو رشاش أزرق. حلو حلو. ليش فجأة سحبوا علي الزومبي؟ اوكي والله الزومبي ما بدهم يحشروني. انا كنت فاقد الامل اني اضل عايش لانه مكان حشره بس الزومبي ما لحقوني. وانستا كيل كمان. اضلقهم يا واد. لا 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 اوكي والله لولا الانستا كيل كنت ميت الان. اوف اوكي القموه. هذا المكان رهيب هذا المكان رهيب. اذا ما حد اجى من وراي وعلى ما اظن حد راح يجي وراي فافضل مكان في اللعبه. او راوند راوند كلاب راوند كلاب راوند كلاب فيتش مي ذير سولز. في فخ كهرباء اقدر افعله. فعل فعل فخ الكهرباء شغل. اوه هنا خلوني ران هنا. حلو والله. ليش السلاح فجأة صار كذا خرافي؟ وين الباب؟ افتح يا باب. اوه حتى الفخ هنا شغال فخ النيران. والله ما ادري ليش السلاح فجأة صار صوته رهيب. اوكي 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 اعطيني الكبوم ونفتح بوكس. الحلو هنا انه كل مكان فيه بوكس ما هو مكان واحد فقط وكل بوكسات تعطيك سلاح ازق من الثاني. هلا والله هلا والله كينو دبل تاب. لا ما عندي طلق ما عندي طلق ما عندي طلق. ماكس امو هنا الماكس امو يرمي لك شويه امو تاخذها مثل ما شايفين. طيب خلني اشرب البيرك. حلو استامينا. اوكي مغير اماكن البركات هنا استامينا. هلا والله حاليا نحن بالقسم الخارجي من ماب كينو. ودكم تعرفوا اذا مصمم الماب من جد مركز على اقل التفاصيل ولا لا. لو اروح هنا واطلع. اوكي لا 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 لا, لا. هذا الماب من مكان كينو خطير كل مره اموت فيه.
كل مرة أموت بالحقيقة فيه ورح أموت هنا في فورتنايت فيه. أهرب يا واد، أهرب يا واد، أهرب يا واد. أوه شوفوا كيف صار شخصيتي سريع، والله صار مرة سريع. هلثي ناقص، بس بدل ما أخذ السمكة خليني أجرب السلورب جوس. كي رح أموت، رح أموت، بس عندي سلورب جوس خليني أشربه. لا لا أنا شربت كويك ريفايف، المفروض ما أموت. اي والله اي والله شربت كويك ريفايف ما خلاني اموت. بس هل اسلحتي تكون موجوده؟ اظن 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 ما راح تكون موجوده لان يعني خلاص مت. بس خلنا نتاكد. يب للاسف راحت، راحت كلها. طيب عندي فكره، عندي فكره، اجمع فلوس واطور مسدس البداية. انا الى الان ما رحت على الباكا بانش، احتاج على ما اظن 500 التطوير اللي هو ب 5000 بكول اوف ديوتي، هنا 500 اظن. هذه انستا كيل صح؟ ياب انستا كيل. اعطيني اعطيني هالمسدس واعطيني الرشاش ونستغل الانستا كيل. حلو خلصنا الراوند. القموا 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 القموا. صح شباب عندي سؤال لكم، ادري معظم متابعيني او عدد كبير منهم لاعبين موبايل. سؤال الى لاعبين الموبايل، ليش ما تلعبوا فورتنايت؟ ليش فورتنايت ما هي مشهوره بين لاعبين الموبايل على عكس مثلا ببجي او كول اوف ديوتي موبايل؟ حتى حاليا ايبكس ليجند جديده ما صار لها شهر نازله واحس لها شعبيه عنا اكثر من فورتنايت على الموبايل. اظن السبب انه فيها بناء والبناء شوي معقد، لان يعني انا لو لاعب موبايل كنت هلعب فورتنايت الصراحة. طيب عندي فلوس اني اطلع واطور، وعندي فلوس كمان اني افتح البوكس كم مرة؟ مرتين او ثلاثة، مرتين ولا ثلاثة؟ مرتين مرتين. خلنا نفتح اول مرة ونقول بسم الله. اعطينا 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 ريغان ريغان ريغان. هذه شفتها من شوي، ما ادري شو تسوي. اوه اظن هذه مونكي، هذه مونكي اذا ما خاب ظني صح؟ خلنا نجرب نرميها. لا والله ما هي مونكي، ما هي مونكي، ما هي مونكي. لا 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 اوكي خلينا نطلع طور، خلينا نطلع طور في انيميشن نفس ما فينا الاصلي. اوكي بغرفه سمانثا احنا حاليا، والان بيودينا على التطوير. حتى نفس غرفه سمانثا مزبطينها. اوكي كانه تاخر شوي بغرفه سمانثا. اوكي شباب دورت على اليوتيوب وطلعت هذه النهاية. مي ما رح يودينا ونطور السلاح ولا اي شيء، لا مجرد ما نروح على الباكا بانش كذا انه خلاص ختمنا الماب ورح تضل علقانين بهالغرفة. بس ليه كويس اني ما رحت بدري، كويس اني لعبت وفتحت الماب وجربت اسلحة قبل اجي هنا. فخلاص ايه حاليا ما اقدر اسوي اي شيء غير اني اظل اتمشى في هذا المكان واقدر ارمي شوية اسلحة. فاي كده بنكون ختمنا الماب. فاي يا شباب هنا رح ننهي الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك وشاركونا بالتعليقات لو ودكم العب مابات اكثر. ترى في ماب ماب اوف ذا ديد اورجنز ومابات ثانيه كثير موجوده بفورتنايت، فلو شفت دعم على هالفيديو ان شاء الله رح اغطي المابات الثانيه. وبس كان معكم بشار كيال وبشار كيكيش، اشوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه. We'll be right back.